باه عسلامة. اليوم نهار اثنين ويعيني عليه قديش رزين، وخاصة كيف دوما تحل عينيك تلقى الشارع مزدهي بإشهار عظيم ذو بعد عميق وسريالي، ألا وهو التالي تحفة فنية ضوي ليالي قرية منسية. ما خويا مساعة في لي سلوغون، نزيدو خلي نزيدو بسيارة توفر كيران للي شق الودان. هو بناتنا أقوى واحدة بزربية تفرش كيلومترات ثنية، معناها بسقليبيا نطلعو صاروخ تلمو فما زرابي. والشهر العظيم هذايا صرفت عليه وزارة المالية. الحكاية سهلة، معرض الممتلكات المصادرة اللي مشى داشنو رئيس لحكومة سنوت نهار السبت اللي فات، وقال وهو غاديكا هذا المكان يلزم يزوروه كل رجالية السياسة في تونس وخاصة المترشحين للرئاسة غدا. هاوكا في بالكم جماعة الحكومة خاتهم الضرب الكل في الرئاسة، بما معناه الرئاسة رد بالك والحكومة الحالة. واللي أقوى من هذا الكل أنه دخل بثلاثين ألف هاي وفما معاها كونسوماسيون، وكي دخل بثلاثين بقديش لابسولوت وبقديش دروات بوشان، وفي نفس الوقت موقعش التوى تعويض لجرحى وشهداء ثورة توى بالمجد. وين خلطنا